طبعا من امبارح بالليل وحتى هذه اللحظه بتنهال ارتهاني على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بمناسبه التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هنأ النادي الاهلي وكل جماهيره وطبعا رئيسه الكابتن محمود الخطيب بمناسبه الوصول الى نهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال 14 في تاريخه، واشاد باداء جميع لاعبي النادي الاهلي وتمنى التوفيق للفريق في الدور النهائي للبطوله ان شاء الله. مجلس إدارة كمان شركة استادات الوطنية تقدمت بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية وجماهيره العريضة بالصعود للمباراة النهائية، وأشاد مجلس إدارة الشركة بأداء لاعبي النادي الأهلي في مباراته أمام فريق الترجي وإصرارهم كمان على تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم كان بأداء أكثر من متميز والصعود بالتالي للمباراة النهائية عن جدارة وعن استحقاق. شدد مجلس إدارة الاستادات أيضا على دعم الفريق وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية لمواصلة هنا الإنجازات اللي بتحققها الرياضة المصرية، أعتقد دي برضو لمسة جميلة جدا. طبعا طبعا، وكمان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب يعني هنأت جماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وقال إن النادي الأهلي قدم أداء متميز وكان عند حسن ظن الجماهير ويقدموا أداء رجولي.